سامعين الصوت؟ سامعين الصوت هذا؟ طيب نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم أو صباحكم، كل بتوقيته. الصوت هذا اللي طلع الكاسكو، يعني كثير منكم يفكر الطير تعبان، اللي راح ودى الطير عند بيطري يفكر الطير تعبان أو في حاجة بسبب الصوت هذا اللي طلعه، الحركات هذه اللي يسويها الكاسكو. يا حبيبي، هي هي، اطلع فوق، اطلع اطلع. سمعت الصوت؟ يعني تعبر عن مشاعرها يعني للمربي بالطريقة هذه، تعبر عن حبها بالطريقة هذه لصاحبها. شوفوا لما أعطيه يدي، شايفين؟ الحين بيبدأ يطلع الأكل من فمه عشان يعطيني، يكافئني بالأكل هذا. كثير منكم يفكر إنها تزاوج. على فكرة التزاوج عند الكاسكو من عمر 5 سنوات. كوكو باقي صغير ترى، على فكرة يعني عمر كوكو مثل ما قلت لكم يعني داخل على 4 سنوات، 3 سنوات و9 شهور. باقي التزاوج، التزاوج يبتدي من 5 سنوات. يلا عطني أكل، عطني أكل. شوف كيف يفرد جناحه، شوف كيف، شايفين؟ يلا عطني أكل. يلا عطني أكل. شوفوا كيف، سبحان الله. طلع لك من الحوصلة. ارحب ارحب ارحب، تعال. كنت يعبر لي عن مشاعره. محبوب الله، تبارك الله. تعال تعال، يا ولد، تفوت تفوت عليك.
يا اخي ما انت ايش اسوي؟ بسويها يلا. ها شو اقول؟ تبى تروش؟ قد صلينا خلاص، قد انتهت الصلاة. والله يا الكلب يا كوكو، ايش تسوي تحت الطاولة؟ يلا كيف حالك يا حبيبي؟ أبغى أتكلم معكم في كذا موضوع، يعني بصراحة دورت كثير في اليوتيوب في المواقع ما حد يتكلم فيه. موضوع مهم جدا، اللي هو موضوع الألوان عند الطيور. بقول لكم الحين، كوكو متعود على لبس أنا ألبسه دائما، اللي هو اللون الأبيض. التيشيرت أمشيني يكون لونه أبيض، كذا يتقبلني الطير. لما أجي بألوان ثانية متقبلني، بس ما هو ذاك التقبل، يعني ممكن يعضني، يكون زعلان ما يبغى يتكلم. سبحان الله، إذا غيرت التيشيرت لونه أبيض خلاص يبدأ الطير يتكلم ياخذ راحته. ترى موضوع مهم هذا، أكثر من واحد داخل علي يقول طيري ما يتقبلني، يعني كان متقبلني فجأة كذا قلب علي. حبيبي ارجع لللبس اللي هو متعود عليه، حس الطير انه ياخذ راحته، يبدا يتكلم ما يعضك، فهمتوا؟ جربوا هذه مع طيوركم، والله ترو موضوع مهم جدا جدا جدا، ما حد يتكلم فيه، بس انا يعني من واسع خبره مع طيري اكتشفت الشيء هذا. يعني تخيلوا البس لبس كذا لون احمر ولا اي الوان، يعني اجي عنده القى الطير خايف مني. سبحان الله، ألبس تيشيرت أبيض الطير ما يكون خايف. بالله جربوها مع طيوركم، ولا تنسون تكتبون في الكومنت، خلوني أشوف. عندك كلمة تبغى تقولها يا كوكو؟ هاي كمان فيه سؤال جاني، يقول إيش رأيك يا سعيد، وش أفضل عمر أقتني فيه الطير؟ أفضل عمر هذا هو عمره شهر ونص تقريبا، خذ عمره شهر، هذا أفضل عمر على فكرة، أفضل عمر تقتني فيه الطير، يعني يكون لعوب، يكون تشكله على كيفك، تشكل الطير على كيفك. تأخذ لك طير كبير أنا ما أنصحك، خاصة إذا كان عند واحد قبلك. ليش؟ بيكون متعود على صاحب الأول، حتى لو جلس معك فترة وتعود عليك ما بيكون مثل ما كان مع صاحب الأول.
اشتبا ايش بك عليه؟ ايش هالغيرة اللي نازل عليك اليوم؟ طبعا غيران منك. انت الخبل انت. لا 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 تراني مطلعك تفل علي في الشارع؟ لا شكرا برجعك البيت. يلا صيح. اصيح؟ ليش خاطفني انت عشان اصيح؟ You're